اتهام مباشر اليوم من الديمقراطي للإطار بالتلاعب والالتفاف على الاتفاقيات ما بين بغداد وأربيل. كيف تردون على هذا الموضوع؟ تفضل. شكرا للاستضافة، مساء سعيدا عليكم. في الحقيقة الموازنة بعد مصادقة رئيس الجمهورية وسيكون نشرها يوم الأحد القادم في جريدة الوقائع العراقية، يعني ختام مشوارها وذهابها باتجاه التنفيذ، وبالتأكيد سوف تكون هنالك تعليمات يعني تنفيذ هذه الموازنة التي هي تعتبر انطلاقة لهذه الحكومة، انطلاقة حقيقية لبدء المشاريع وكذلك لتنفيذ الخدمات وما جاء في البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء. أما الحديث والخطاب بغير هذا فهو من الممكن أن تذهب القوى السياسية التي تعترض بدل من الخطاب والإعلام واشهدوا لي عند الشعب العراقي أو الشعب الكردي بأنني قلت كذا وكذا، أن تذهب إلى المحكمة الاتحادية و يعني تقول بما تريد، والمحكمة هي الفيصل ما بين الحكومة وما بين البرلمان وما بين القوى السياسية. بالتالي نحن يجب أن نمضي باتجاه الأطر الدستورية والقانونية، نمضي بأن يكون هنالك تعضيد لدور الحكومة ومسارها القادم، يقوم كل بدوره وخصوصا الرقابة. اليوم أصبح دور البرلمان بعد تشريع قانون الموازنة والرقابة، وهذه الرقابة تفيد بأن تكون هنالك عملية دقيقة لحركة الأموال وكذلك المشاريع والعمل على إدامة الخدمة للمواطن العراقي، وبالتالي تنمية العراق والمؤسسات وعمل المؤسسات، وبالتالي نمضي باتجاه تأسيس لمشهد جديد يعني يطلع عليه المواطن ليكون هو الفاعل والمتفاعل مع الانتخابات القادمة.